صباح الخير على كل مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، وحلقة جديدة ومعلومات جديدة من برنامج كلمة فاصلة. حلقتنا النهاردة مهمة ومميزة لكل ست وكل بنت بتحب تهتم بجمالها وبرشاكتها. حاولت ان انا على قد ما اقدر افيدكم بمعلومات البرنامج ومن ضيوفنا اللي بيجوا معانا. جبت لكم النهارده فقرتين الاثنين اهم من بعض. فقره طبعا التجميل ودي هتكون معانا بعد شويه، وهيكون معانا ومعانا دلوقتي فقره تغذيه علاجيه. طبعا مش محتاجين ان انا مثلا اقعد اتكلم على موضوع التخسيس بالنسبه لكل فرد، مش شرط سيده بس، مش شرط راجل بس، لكل فرد محتاج ان هو يهتم برشاقته، محتاج يهتم بصحته، يبص على الاولويات اللي هي التخسيس. لازم يكون وزنه مناسب مع طوله، لازم يكون صحته على الاقل تكون بالنسبه طبعا للقلب والاعصاب لجميع مشاكل الجسم عامة بصفة عامة. هنبص للأساس، التخسيس أو الرشاقة. وعشان كده النهاردة جبنا لكم معانا خبيرة التغذية العلاجية، أخصائية التغذية العلاجية، أستاذة فاطمة محمد حلمي. أهلا بك يا مدام فاطمة. مدام فاطمة حصلت على الدبلومة في التغذية العلاجية والسمنة. مدام فاطمة، عايزين النهاردة نفيد مشاهدينا على قد ما نقدر بموضوع التغذية وموضوع زيادة الوزن والمشاكل دي كلها. فلازم عشان ان انا اقدر افيد المتابع وافيد نفسي انا شخصيا، احب اسأل اي حد يكون متخصص في مجاله. فعشان كده حضرتك يعني ياريت تجاوبينا على بعض الاسئلة اللي جت لنا على صفحة البرنامج. تمام. كنا عايزين نعرف اسباب زيادة الوزن، خلينا حاجة حاجة. مثلا دلوقتي يعني انا عايزة اسباب زيادة الوزن. اسباب كتير، مثلا منها طبعا قلة النوم. ده بيسبب، لان يعني ايه قله النوم؟ لما الجسم مثلا، لما مثلا الانسان بيسهر، فطبعا الجسم يعني بيحصل له، بيدخل في حاله مجاعه يعني بيجوع. فدي طبعا وقله شوربه المياه، طبعا انها تتابع نظام معين، طبعا الاكل الكتير، حاجات كتير ده بيسبب زياده الوزن. الاكتئاب، العامل النفسي بسبب زيادة الوزن، يعني حاجات كتير. فده احنا بنعرفه مثلا بيبقى كذا سبب لزيادة الوزن، ما بيبقى السبب معين اللي هو مثلا ان حد معتقد اني انا بزيد في وزني يبقى ده سببه اكل وبس، انا مش هاكل هخس. لا طبعا ده غلط. طيب. غلط، مش ما ينفعش. ايه الدايت السليم في الحاله اللي زي كده؟ مثلا حد بيلجأ يقول لك طب انا عايز اخس، هلجأ للدايت ان ينزل معايا الوزن، او هو باعتقاده ان مشكلته الاكل؟ إيه هو مفيش دايت معين عشان ما يضرناش. تمام. هو مفيش حاجه اسمها انا هعمل دايت عشان اخس. في حاجه اسمها انا عايزه امشي على نظام. لان عامه الريجيم ده المفروض ان احنا هنخليه اسلوب حياه بالنسبه لنا. يعني هو انت ممكن تمشي على نظام دايت معين هتخسي، بس جسمك هينقص منه حاجات كتير. مثلا هتخسي مثلا اول شيء هينقص، يعني نقص فيتامينات. نقص فيتامينات لانك نتيجه اني منع الاكل. منع الاكل، يعني احنا متصورين ان احنا عمالين من الاكل هنخس زي ما قلت لحضرتك، وده غلط. فطبعا احنا لما نمشي من احنا مثلا نقلل اكلنا، نعمل نظام، مثلا نمنع اكل من بعد الساعه 8، الساعه 9 بكده، او نمنع اكل خالص، نشرب ميه كتير، ده اهم حاجه. اهم حاجه يعني من 2 ل 3 لتر ميه في اليوم. يعني مش من اساسيات الدايت، او مثلا زي ما المعتقد، زي ما الناس واخده معتقد ان مفهوم الدايت ان انا غلط. امنع مش بعض في الأكل. ناس ما بتاكلش وما بتخسش، لان ما بتديش الجسم العناصر اللي هو المفروض محتاجها. اللي هو الجسم العناصر اللي المفروض الجسم محتاجها ما بتديهالوش، ما بتاكلش، فالجسم مش هيحرق. فاحنا لازم نعتمد على حاجات يعني صحيه في النظام بتاعنا. ضبط الاوقات بتاع الاكل ده عامل اساسي. يعني مثلا نمنع اكل من بعد الساعه 9، غدانا مثلا الساعه 3، فطارنا الساعه 9. لو احنا نظمنا الاكل بتاعنا على الاوقات دي هتلاقي، يعني هنلاحظ نزول في الوزن. اللي هو نظبط الجسم على مواعيد معينه من الاكل. أيوة. يبدا يحرق، كمان حتى الجهاز بتاع الحرق يشتغل في الوقت ده. ايوه. ونشرب، اهم حاجه مشي، نشرب ميه كتير. في ناس بتقول لك انا مش قادره اعمل رياضه، انا مثلا وقتي ضيق. طب انا معايا مثلا الستات، انا معايا اطفال، مش هعرف اعمل رياضه، مش هعرف اخرج. طب مش شغل البيت برضو بيحرق. قبل الكلام عن الرياضه وعن المشي وعن الانظمه اللي المفروض تتبع في التخسيس،
طيب اخد اتصال وارجع لحضرتك تاني. تمام معاكي. معانا دنيا من الشرقيه. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا بيك يا دنيا، نورتيني. ده نور الدكتوره بقى. طيب اتفضلي اتفضلي، انت عايزه تساليها في حاجه؟ عايزه بس اسالها، انا مليانه من فوق ومن تحت رفيعه، فعايزه حاجه مثلا يعني اعمل ايه ولا اجيب علاج ايه ولا اخد اللي إيه؟ هو الجسم الكمثرى يعني. تمام تمام تمام. طيب هرد عليكي. عامه ما فيش حاجه اسمها انا تخينه من فوق ورفيعه من تحت. ايه اللي يناسب مثلا حاجه مثلا ما فيش علاج معين لمنطقه معينه. لا، في تمارين، في نظام اكل صحي. مفيش حاجه اسمها العلاج ده هيخسس المنطقه دي، لا. في ان هي هتمشي على نظام وهتمشي على تمارين معينه، يعني رياضه ولا معينه ولا ادويه بتبقى مخصصه. مفيش حاجه موضوعي. اسمها انا عايزه العلاج ده اصلا مثلا مليانه من تحت ورفيعه من فوق. لا، ده بيمشي ده دوت ترجع لاسلوب النظام بتاعك انت. نمشي على نظام صحي، نمشي على تمارين رياضه، بيبقى ده التمارين اهم حاجه. هي الحاجه الوحيده، التمارين اللي هي الحاجه المناطق. اللي بتحدد المناطق، التمارين فقط مش الادويه. تمام. عامه لان الادويه بتبقى مثلا بنديها للناس اللي هي مش قادره تعمل ريجيم، مش قادره ان هي ايه تسيطر على الشهيه. إيه يعني بتقابلنا حالات كتير كده، انا مش قادره اسيطر على الشهيه. طب بمناسبه برضو كلام حضرتك ان مش اي منتجات بتبقى الموضعي او الكلام ده كله، ايه الادويه اللي بتبقى متداوله في السوق حاليا؟ بيبقى في منها ادويه ضاره وبيبقى في منها في منها مشاكل كتير. في منها بتعمل يعني ضاره بالنسبه هي للجسم. هي معظمها في السوق ضاره ولا في منها منتجات كده؟ في منها منتجات كويسه، في منها درجه ثانيه، في منها درجه ثالثه. دي اللي بتدور الجسم، ما بتخسس، بالعكس ممكن تعمل سرعه ضربات قلب، صداع، يعني حاجات كتير احنا غنى عنها. ودي المفروض ان هي بتيجي من مصدر موثوق، من دكتور او متخصص او مصدر موثوق منه. طب المفروض الدواء المظبوط اللي احنا نستخدمه مثلا يعمل مع الجسم ايه يبقى ده المنتج الصح؟ اللي هو مثلا بيقفل شهيه، بيعمل زي يعني بيقلل الشهيه يعني ايه. وفي بس في ادويه بتعمل زياده ضربات القلب لناس معينه. تمام. هي بتعمل يعني في ادويه بتعمل اول يومين، يعني اول يوم او يومين ثلاثه كده، بعد كده خلاص الجسم خلاص بياخد عليها. انما الادويه اللي هي الضاره مش هتخسس، هتلاقيها بتعمل لك مشاكل وما بتخسس، بتعمل تضربات في الهرمونات يعني، واكتئاب وقله نوم، حاجات كتير قوي يعني احنا الغنى عنها. امتى نقول مثلا انا محتاجه ان انا اخس، عايزه اجيب ادويه ايه، امتى اجيبها مثلا؟ مش حابه اروح للدكتور خلاص. في ناس كتير ما بتحبش انها تروح لدكاتره. امتى بقى اجيبها؟ يعني انا مثلا مش هروح للدكتور. طب في مثلا حد يبقى عنده الخبره الكافيه ان تمام أجي من مثلا خبره التغذيه العلاجيه، الخبرات التغذيه عامه بيبقوا فاهمين في العلاجات ديت، ويقدروا ان هم يوصفوا لك الدواء اللي انت اللي جسمك محتاجه. يعني نظام صغير كده معايا، يعني في ادويه ما بتحتاجش. خبيره التغذيه بتبقى بديله الدكتور. أيوة بتاع التغذيه تمام. حاليا او في الوقت، في الوقت اللي مثلا انت مش قادره فيه تروحي فيه للدكتور، مش قادره انك تخرجي من البيت تروحي فيه للدكتور. تمام. انت ممكن تتابعي مع حد خبير تغذيه علاجي. بس حضرتك يا مدام فاطمه، مثلا لو جات لك عميله قالت لك انا محتاجه ان انا اخس وعندي مثلا مشاكل والكلام ده كله، هتقدري تفيديها بالمنتج المفروض تمام ينفع لصحتها؟ في منتجات ما يعني بتناسب، ما بتعملش مشاكل عامه، بس هي ممنوعه للناس اللي هي مكونه من اعشاب. هي كلها اعشاب طبيعيه عامه، بس هي ممنوعه للناس اللي عندهم مثلا زياده ضربات قلب، لمرضى القلب، لمرضى الكلى. بتهيألي مرضى القلب لازم ده لازم دكتور. يعني لازم دكتور متخصص. ده لازم 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 دكتور. ما احنا مع ان جات لي حالات والله متضرره من ناس إيه مثلا خدت، انا عندي، طب انا كنت عندي ضربات قلب سريعه وخدت كذا وتعبت. طب ما انت لازم تتعبي، انت عندك مشاكل في القلب، يبقى انت لازم الدكتور ترجع للدكتور، الدكتور المختص ليكي، مش اي حاجه ومش اي حد هتروحي تكلميه انا عايزه دواء معين. لا، ده بالنسبه لمرضى القلب. تمام. مرضى القلب هم اللي تملي منتجات التخسيس دي، مرضى الكلى، مرضى الكبد، السكر والضغط، دول برضو لازم لازم يرجع له الدكتور المختص ليهم. مرضى السكر والضغط برضو، لان في ادويه مش مناسبه ليهم، في ادويه مثلا شديده شويه ممكن تعمل هبوط مفاجئ في السكر.
تعمل ارتفاع في ضغط الدم، فده بيرجع للطبيب بتاعهم. تمام. يعني احنا بنقول مثلا الحالات اللي هي مثلا بتعاني من الامراض دي، الافضل ليهم دكتور، الافضل ليهم الدكتور المختص ليهم. طيب نرجع لموضوع الدايت عشان ده تقريبا رايه بيتفق عليه الجميع. أكيد. موضوع الدايت ان انا بس عايزه اخس فانا اعمل دايت. طيب الدايت السليم ان انا زي ما قلت لحضرتك امنع بعض الاكل ولا زي ما قلنا لا هنقلل؟ طيب مش هنمنع. ناخد مدام فاطمه الاتصال ده ونرجع مع حضرتك تاني. نقول الو. الو، الاتصال مش واضح الصوت. ايوه ايوه مدام فاطمه اهلا بيكي. صوت حضرتك مش واضح يا مدام فاطمه. طيب حاولي تكلمي تاني. ترجع لمدام فاطمه تاني لموضوعنا الدايت. ان انا امنع اكل او اقلل الاكل او غير التنظيم ان انا مواعيد ثابته. وما ينفعش امنع اكل عامه. يبقى منع الاكل في الدايت ده المفروض اللي هو في حاجات ممكن نمنع. السكر عامه يعني انت ليكي معلقتين سكر، نسبه معينه، نسبه معينه معلقتين سكر في اليوم فقط. الملح نقلل منه خالص لانه بيحبس السوائل في الجسم. تقريبا كانوا بيسموا الملح والسكر لعمليه زياده الوزن او للجسم عامه كانوا بيسموهم الابيض الضار للجسم تقريبا. هو كانوا بيسموا السكر الابيض كانوا بيسموه السم الابيض. السم الابيض لان هو كتره بيبقى غلط. هو كتره بيبقى غلط في كل حاجه عامه، يعني مش بيدور التخسيس بس، مش بيدور لزياده الوزن بس، لا كتره غلط. طيب. نحدد مع اهم حاجه مواعيد اكلنا. نقلل اكلنا، يعني مثلا انا اكلت النهارده على الغدا طبق رز، اجي تاني يوم احاول اقلل مثلا اكل مثلا نص. الكميات تتقلل كل فترة. يعني مش هنقلل، مش هنمنع مره واحده او نقلل مره واحده، لا احنا يوم عن يوم هنقلل مثلا معلقه عن اللي كنت باكلها. ده هيخلي المعده ان هي طبعا خدت الحجم ده النهارده وبكره ممكن تاخد الحجم ده. أيوة. تبدا تقل. ما احنا مش هنقلل خالص بقى، يعني احنا يوم كل يوم مثلا انا هقلل معلقه، هقلل معلقه رز، هقلل معلقه مكرونه، يعني مثلا لحد ما المعده هتاخد على كميه معينه، كميه بتاعت الاكل المعين. يعني احنا مثلا هنشبه ان بطن البني ادم زي طبعا. البالونه. أيوة. طول ما انت عمال تمليها بتوسع. في ناس بتخس والحمد لله بتوصل للوزن، بس بتيجي بعد كده بعديها بشهرين ثلاثه ده انا اتخنت تاني. ايه اكتر حاله عملت معاكي حاله فرحه كده ان انت نزلت معاكي الوزن ده من كام لكام؟ حالات كتير. في ناس نزلت معايا 30 كيلو في قد ايه؟ يعني في 5 اشهر 6 اشهر. يعني بمعدل مثلا كل شهر تقريبا كام؟ يعني كان بصي هما ما كانوش عامه بينزلوهم على طول، ده كانوا بينزلوا ويرجعوا، ينزلوا ويتخنوا. ليه؟ ما كانوش بيحافظوا. طيب ناخد الاتصال ده وارجع مع حضرتك تاني. الو 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 اهلا. مين؟ الو. الاتصالات مش واضحه. الاول الاتصالات فعلا مش. الو الو السلام عليكم، اتفضلي. عليكم السلام. اسمك؟ خلود. اهلا بيكي يا استاذه خلود، اتفضلي معانا. حابه تسالي الدكتور عن ايه؟ لو سمحت يا دكتوره، انا طولي 169 تمام، ووزني 75 تمام، وانا عندي متجوزه بقالي سنه. معاكي اطفال؟ في دور الخلفه، يعني بعلك الخلفه. بتعاني من قله الخلفه؟ لا معلش معلش وضحي وضحي السؤال بس الاول. قلنا الطول والوزن. بتقولي معاكي اطفال؟ لا معاكيش اطفال. لا. متجوزه بقالك قد ايه؟ بقالي سنه. طب معاكي الدكتوره بقالها سنه يا دكتوره؟ تمام معاكي. بس انا لما باجي اتخن بمشي على الرجيم، بس مش بيخسسني المنطقه اللي انا عايزاها. ما احنا قلنا ما يعني لازم تمارين، لازم رياضه. طيب في اي سؤال تاني لحضرتك حابه اسالي فيه؟ ايوه، ما انا ما ينفعش ان انا اخد علاج. ماشي، ما احنا في الحالات دي بن فانا عايزه حضرتك تديني مثلا ايه ريجيم معين، حاجه معينه امشي عليها. ما هو هقول لحضرتك على حاجه، ما ينفعش ريجيم معين. يعني احنا مثلا المفروض ان انت مثلا كل اسبوع او كل اسبوعين بالكتير قوي بنغير نظام ريجيم. رياضه
مش هتقدري مثلا تروحي مثلا تعملي رياضه مثلا ليكي نص ساعه في اليوم مشي او ساعه. استاذه فاطمه كانت قالت معانا يا استاذه، لو حضرتك متابعه معانا من الاول، ان الجسم اللي هو على شكل كم متر زي ما بيقولوا، اللي هو محتاج ان هو يخسس منطقه معينه، ده ملهوش ادويه محدده، ده بيبقى ليه نظام رياضه. مش هي كمان بتقول انا مش عايزه، يعني هي حتى في سؤالها بتقول انا مش عايزه ادويه. ايوه انت فاهماني؟ فلو حضرتك انت مش عايزه ادويه، ممكن رياضه، يعني الرياضه اللي هتفيدك في الوقت دوت رياضه، مع انك تقللي اكلك زي ما احنا ما كنا. لو انت متابعه الحلقه كنت سمعت ان احنا بنقول مثلا نقلل اكلنا ازاي، يعني اليوم ده مثلا زي ما انا ما قلت، انا اكلت مثلا طبق رز، تاني يوم هقلل معلقتين، تالت يوم لحد ما المعده هتاخد على الاكل معين وتقل معاكي، يعني هتلاقي نفسك مره واحده بقيتي تاكلي ربع وجبتك بدل وجبتك اللي انت كنت بتاكليها. معانا على التليفون ولا؟ ايوه مع حضرتك. طيب في اي سؤال لحضرتك تاني؟ لا شكرا. طيب عشان ما نسيبكيش على التليفون، اتفضلي وشرفتينا وشرفتي البرنامج بمكالمتك، وارجع للدكتوره فاطمه. قولي لي يا استاذه فاطمه دلوقتي، موضوع طبعا خلاص الدايت ومفروغ منه خلاص اتكلمنا فيه، موضوع دايت الاطفال يعني مثلا بيكون هو نفس؟ لا طيب معلش اتصالات النهارده كتير. معانا مكالمه، اتفضلي. الو ام محمد، انقطع الاتصال، اتصلت مالها، ارجع لنا تاني ان شاء الله. قولي لي يا مدام فاطمه دلوقتي، موضوع الدايت بالنسبه للاطفال بيبقى هو نفس الدايت اللي هو الكبار؟ لا اقلل منه، قليل تقليل الاكل، ولا لان احنا للاطفال في الدايت للاطفال؟ الاطفال ما ينفعش نعمل لهم دايت عامه، ما فيش حاجه اسمها دايت للاطفال، لا احنا نحاول بس نشوف لهم الاكل الصحي برضو ليهم، ونظبط مواعيد، ونظبط لهم مواعيد الاكل، واحنا معاهم، احنا معاهم بالاكل الصحي. تمام. طيب معانا اتصال، اتفضلي يا جيهان، اهلا بيكي. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بقول لحضرتك انا بنتي عندها 3 شهور. ايوه كام شهر؟ مش عارفه ايه الغذاء المناسب ليها ان هي تتغذى صح، بالاخص ان انا كنت برضعها طبيعي وصناعي، يعني الاثنين. لا ما انا هقول لحضرتك على حاجه، سنه وتسع شهور سنتين دي مش محتاجه بعد اذنك يا استاذه فاطمه، هرد النيابات انا عندك. او انا هي دي مش محتاجه طبعا تغذيه ازاي صح، هي محتاجه انواع اكل ايه، من انواع الغذاء بتاعتها ايه. وبرده هنرجع لاستاذه فاطمه، اتفضلي. يعني زي ما حضرتك قلت كده، مثلا اكلها في اليوم مثلا بضايه وكوبايه لبن وحته لحمه، يعني عايزه طب نظام يبقى متعجي. قالت عندها كام سنه؟ عندها سنه وتسع شهور. لا ده لسه البيضايه، يعني ممكن يعني حته صفاره كده من البيضه، لكن اللحمه والحاجات دي دلوقتي لسه عامه، ده لسه صغيره، يعني حاولي انت بس تنظمي لها حاجات خفيفه كده خالص، لان لسه سنها صغير. والفاكهه برضو، لكن الاكل اللي هي بتتكلم فيه دوت بالنسبه للسن دوت، هو فعلا السن الصغير هي محتاجه ان هي تكتر لها فاكهات، بروتينات كتير. البيت برضو، البيت زي ما هي قالت كويس. أيوة. عامه بس اللحمه والحاجات دي ما تكترش فيها. وفي فتح للشهيه للاطفال برضو جنب الوجبات، في لان في اطفال عامه ما بتاكلش خالص، بتلاقيها ما بتاكلش، رافضه الاكل. طيب معانا الاتصال ولا انقطع؟ معانا اتصال جديد، ام محمد. الو السلام عليكم، لو سمحتي ممكن اسال الدكتوره على حاجه؟ وعليكم السلام، اتفضلي تحت امرك. لو سمحتي بس انا عندي ابني عنده 7 سنين، وبعدين برضه ريحه نفسه بتبقى وحشه ساعات، وبعدين برضه هو يعني مبقاش عايز يذاكر وكده، عنده كسل. فكان في دكاتره يعني نصحونا، كانوا على التلفزيون وكده، وبيقولوا الاوميجا 3 وبرضه واللي هو جينسينج وجينكا، بس دول في مركب من الصيدليه يعني، وانا جبته كده بس خفت لا يضره، فكنت عايز اسال ان كان لهم اضرار ولا لا. وشكرا. طيب بعد اذنك يا مدام فاطمه، حضرتك رحتي للدكتور متخصص للطفل اديها الحاجات دي؟ لا حضرتك، ده كان في دكتور بيقول في التلفزيون كده عليهم وكده، فانا خايفه ان كان اللي هو المركب اللي هو جينسينج وجينكا ده يكون يضر او كده، هو منشط للدوره الدمويه. لازم دكتور. طب معاكي الدكتوره تجاوبك برضو. معلش لازم دكتور متخصص في، لازم دكتور. طب
أدوية الأنيميا حضرتك يعني الأنيميا ممكن مسموح بيها في سن في سنه اللي هو 7 سنين ده تبقى لحد رقم كام؟ هي المفروض الأنيميا يعني تبقى أقصاها يعني خالص 10، يوم ما تقول مثلا ان هي 10، هي 10 عنده بس اه يعني هي المفروض المفروض بصي حضرتك هي المفروض تبقى 12 بس عامة ايه لما تبقى 10 يعني كويسة مش قليلة قوي، ما يتخافش منها. لا ما يتخافش بس منها بس برضه لازم ترجعي للدكتور. ايوه متخصص، لازم دكتور متخصص بالنسبة له وهو اللي يحدد لك ايه نسبة الانيميا. تمام. طيب معانا اتصال تاني. ايوه يا استاذة مروة. الو. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا دكتوره؟ الله يخليكي. الله يخليكي، منوره حضرتك والدكتوره كمان منوره. ميرسي ذوقك يا حبيبتي. اتفضلي معاكي الدكتوره، اساليها على اللي انت عايزاه. لا انا مش عايزه اسالها والله، انا عايزه بس اشكرها ان انا هي كانت فاضله عليا طبعا بعد ربنا ان انا اخس جامد بصراحه. معاكي يا مدام فاطمه. معاكي. طب ممكن حضرتك قولي لي بس كده وكنت كام؟ الو. انا كنت 86. 86. وتابعتي مع استاذه فاطمه قد ايه؟ تابعت حوالي تقريبا 4 شهور او 5 شهور. نزلتي قد ايه؟ نزلت ال 62. ال 62 معقول. كنت منظمه على مدام فاطمه كانت بتقوله لك يعني على طول؟ اه بالظبط. اه كانت كل اللي بتقوله لي انا كنت بنفذه. طب وخلاص وصلتي للوزن المناسب بالنسبه لطولك ولا لسه ناويه تكملي مع استاذه فاطمه؟ اه لا طبعا، هو انا بصراحه يعني ايه يعني شويه وشويه وبرده منتظمه معاها يعني ان شاء الله. تسلمي. لو عايزه تقولي حاجه برده الاستاذه فاطمه اتفضلي. ماشي. انقطع الاتصال زي ما انت شفتي. للاسف وقت حلقتنا يعني تقريبا عدى بسرعه لان المعلومات المفيده بتجري. وقتها بيجري بسرعه طبعا. بس برده انا حباكي تقولي كلمه للمشاهدين عشان يحافظوا على وزنهم. شرب الميه قد ايه؟ الكلام ده سريعا عشان وقت حلقتنا يعني 8 اكواب ميه في اليوم. تمام. احنا قلت من 2 لتر ل 3 لتر ميه في اليوم. نوم بدري، ما بلاش سهر، بلاش ان احنا نتبع نظام غذائي مثلا هو مره واحده مثلا، لا المفروض كل اسبوع نغير في الانظمه بتاعتنا. تقليل اكل، نمنع السكر والماء يعني نقلل السكر خالص، هم معلقتين سكر يعني نقلل من الملح بتاعنا برضو. المشي لو مش هنقدر نعمل رياضه هنمشي، نزود حركتنا في البيت. استاذه فاطمه جاوبتنا عن اهم اساليب التخسيس او اهم الطرق اللي احنا نتبعها في يومنا العادي او في يومنا الطبيعي، ان احنا عشان نحافظ على وزننا او نخس لازم شرب الميه، لازم الدايت، لا لازم المشي، تقليل الاكل مش موانع الاكل، تقليل سكر وملح مش موانع يا جماعه، موضوع الدايت مفروغ منه مش نمنع اكل. رقم استاذه فاطمه على الشاشه لو حد احتاج يسالها في اي وقت. دي ضيفه البرنامج بتاعنا وان شاء الله على صفحه البرنامج هتستنى او هنتظر من حضراتكم اي اسئله وان شاء الله فيما بعد تشرفنا تاني ونجاوبكم. فقرتنا الاول يعني اختم مع استاذه فاطمه لان الحلقه كانت جميله وكان نفسي اكمل معاكي وللاسف الفقره خلصت. وشرفتيني يا مدام فاطمه. انا شرفت بيك. انتظرونا بعد الفاصل. عفوا، انتظرونا بعد الفاصل وفقره التجميل معانا الاستاذه داليا النعناع بعد الفاصل. انت عايز ايه يا فارس؟ عايز سندوتشات كبده من دي؟ ملكش دوا بكار، انا هديك. شكرا يا حسونة يا حبيبي، دوقت بجد. شكرا يا حسونة يا حبيبي، لكن بكار لجه عشان انا اخوك. امسك يا فارس، خد انت جيبلي انا مكتوب. عايز 3 سندوتشات كده بسرعه. تحب اوصف لك طعمها يا فارس؟ لكن هيوضني رجعني للدكتور. حاضر ما تخافش هنرجعك.
انت عارف انت غلطت في ايه يا حسونة؟ عشان عشان كده لازم تاخد حقن تطعيم كبيرة. لا ما بحبش الحقن، ما بحبش الحقن، سوالي لوحدي. وراح حاطط غلط على وشه، كان نايم ساعتها على ظهره. عشان حصونا بطل وبيستحمل الحقن. أربعة، انتوا السبب في حصونا.